السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال على استخدام string. خلاني اجي كده واقول له انا عايز اكتب نص، فاقول له string بالشكل دوت، وخلينا مثلا اكتب hello world. تمام، في مسافة زي ما انتم شايفين بين هلو وورلد. طيب بعد كده عايز اقول له change case. تمام، فاقول له string dot change change case. دي هيعمل ايه؟ هيغير لكابيتال او لسمول. هقول له اهو خد لي النص دوت. تمام، واقول له انا عايز دوت، اقول له بولين عشان ايه يبقى فيه يس او نو، ترو او فولس. هقول له ترو، واقول له حوله لي الاول بالشكل دوت. هتلاقي كل الكلام بقى ابر بالشكل دوت بقى كبير. طيب لو خلناه فولس، هو خلاص اتغيرت المرة اللي فاتت، فهقول له ترو عادي اهوت. طيب عايز اقول له ريبليس. يعني ايه ريبليس؟ يعني بدل لي كلمة. فهقول له string dot replace، وفي ريموف لو انت عايز تلغي اهو. اقول له خد لي النص ده ودور لي على كلمة معينة أو حرف معين وبدله بحاجة تانية. فهقول له ديت أنا عايزها المسافة دي بس، بدلها لي بالشرطة ديت. قول search for و replace ونيجي كده. بص المخرجات حتى المسافة اللي بعد الكلمة عملها خلاص. طيب خلينا نيجي برضو هنا واقول له انا عايز string dot count. واقول له انا عايز ديت اهو. اقول له خد لي النص ده ودور لي على، ممكن نقول مثلا ندور لي على الجزئية دي. تمام، هيقول لي موجودين مثلا تلاتة. طيب خليني اقول له انا عايز string length. length اللي هو فيه كم حرف اصلا اهو، قلت النص دوت وقول لي فيه كم حرف، قال لك ان هما 13. طيب ممكن اقول له انا عايز اقسمهم اهو، خليه تحت كده. طيب هنقسمهم بايه؟ بالعلامة ديت. وتعال نشوف الليست بقت عاملة ازاي. قسم لي هلو وورلد دي لوحديها ودي لوحديها من خلال الشرطة اللي في النص.